السلام عليكم، صحفتك اليوم راح نشرح طريقة كيف نحول أموال من المنصات أو من أي تطبيق. هي الطريقة نفسها، لما تتعلم طريقة واحدة لتحول بها الأموال هي نفس الطريقة مع جميع العملات الكل. مثلا كاين في التعليقات يسألوني منين نشري عملة كور، مثلا كما عملة كور كاينة في الجات ايو كاينة في الهوبي. راح ندخلوا مثلا الهوبي، منصة هوبي. كما نشوفوا هنا الرصيد عندي ما يكفيش باش نشريو عملة، راح نروح نجيبوا رصيد. حاجة لازم يفهمها الشخص، كاين ويدرو وكاين ديبوزيت. ويدرو يعني إرسال، ديبوزيت استقبال. لازم تفهمها كيما هك، ارسال استقبال. انا درك ما عنديش اموال، راح ندير ديبوزيت. راح نضغط على ديبوزيت. العمله اللي راح نجيبوها هي اليو اس دي تي. راح ندخلو، لازم تختار الشبكه، لازم الشبكه اللي تختارها هنا هي نفس الشبكه اللي تختارها في العمله الاخرى. راح نختاروا مثلا تيرسي 20، نختاروا تيرسي 20 وراح تكوبي الادرس. هذه كوبي الادرس، نتذكر باللي اخترنا تيرسي 20. راح نروح للمنصه اللي فيها اموال، احنا هنا رانا في بيانس، نديرو سبوت يو اس دي تي، نديرو اللي هي واش درنا، درنا ديبوزيت. هنا واش نديرو؟ ويدرو. نضغط على اليو اس دي تي، راح نحطو الادرس اللي جبناها، حطوها هنا. الان نروح نحوسوا على الشبكه. الشبكه احنا واش خيرنا؟ خيرنا تيرسي 20. هنا انت تقدر تختار بي ام بي سمارت شين على حساب المنصه. نختاروا تيرسي 20، راح نديروا مثلا 31 دولار فاصل قد عندي، ندير 31 دولار فاصل 30. نديرو غير الدروال، نرجع خطوة برك. كيما نشوفو علاه تلقاني ديما نقول ويدرو ويدروال. هنا كيما نشوفو واش كاتبين لك؟ كاتبين لك ويدروال، ويدروال الفوق يكتبوا لك ويدرو، يعني نفس الكلمة ويدروال ولا ويدرو نفس الكلمة. راح نضغطو، راح نحط لي كود برك. ونعاودو نكملو الفيديو. هنا راه خرج الويدروال، يديو لك 1 دولار لما يوصلوا الاموال للمنصة. راح نكملوا هنا كيما نشوفوا، راه وصل الرصيد لمنصة هوبي. واش راح نديرو؟ راح نروحو نشريو عملة كور. نشوفوا السعر تاع العملة هنا 49،
نديرو 49 و100. كما نشوفو هنا ديما كيجي تشري اشري بار اوردر، نحطو قبل هذا، حطو في 49 و800 و100. هنا كيما نشوفو خلاص باعونا، راح نشوفو كيفاه نرسلو العملة. ها عندي 20 عملة كور، كيفاه نرسلوها إلى محفظة ميتاماسك. راح نروحو نفتحو المحفظة هنا، دخلنا إلى ميتاماسك، هنا راح نبعثو عملة كور. لما تجي ترسل عملة كور حدير ريسيفي، لما تستقبل دير ريسيفي، لما تجي تبعثها دير سند. درك احنا هنجيبو عملة كور، نضغط على ريسيفي هنا ونكوبيو الادراس هذه. كوبينا الادراس، كيما نشوفو عندي 0.30 كور فقط، عندي 0.30. راح نروح نرسلو 20 عملة. هنا رجعنا للمنصة، كيما قلت لكم قبل كنا حنجيبو أموال درنا ديبوزيت، دركا لا، دركا نديرو ويدرو أو ويدروال. حنا ضغطو هنا، نضغطو على عملة اللي احنا بعثوها كور، ولا عندك اي عملة دولار ولا اي عملة مثلا، هذه تسمى نفس الطريقة مع جميع العملات. هنا تخير بلوكشين ادرس، راح نحطو الادرس اللي كوبيناها قبيل. هنا نديرو اول، نشوفو قداه اللي فيه تحم 0.04. اللي فيه 0.04، يعني نبعث 20.18 توصلني 20.14. راح نبعثوها، هنا تضغط هنا، هنا يحكيو لك على الريسك وما شابه ذلك، قول لهم باللي اوكي. راح نحط هذو لي زادريس الكل في 3 باش تبعث معنا ونكملو. هنا راهي تبعثت، راهي هنا لما تكمل هذه ويذر ويل سكسيير راح توصل المحفظة، لما توصل المحفظة نكملو. كيما نشوفو هنا راهي وصلت العملة معانا، هاي هنا. وش حندير بيها هنا؟ راح نحطها مع العملات اللي رام في ستيك. طريقة سهلة بسيطة، هنا باش تزيد هل تختار نفس المدقق ولا دير مدقق آخر. احنا راح نختارو نفس المدقق ولا نبدلو نديرو مدقق آخر. راح نختار نفس المدقق، هنا تضغط على ديليجيت، نزيدو نشوفو الساعة
قبل ما ندير قد كانت عندي العملة، كانت عندي 35.86، نزيدوا لها 20.14، نزيدوا 20 عملة، 0.14 ديليت. كونفيرم. هاي هنا ولات عندي 56 عملة. نرجع لهنا المحفظة، تلقى العملات امشيو، هي نفس الطريقة تستعملها مع جميع المنصات. لما من كثرت ما تتعامل مرة اثنين ثلاثة، وحاجة الوحيدة اللي نأكد عليها الادريس، تأكد ديما الادريس انها نفس الشبكة، يعني TRC20 TRC20، اي يعني نفس الادريس هذا. وكاش حاجة اكتبوا لنا في التعليقات نزيد نعود نشرحوها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.